السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. واليوم جبت لكم أقوى مستخدمين للشارينجان أو للمنكيجو. ركز بالعنوان، أقوى مستخدمين ومش أقوى عين. اللي يريد يشوف أقوى أنواع العيون الشارينجان يدخل الوصف وبيلاقي رابط الفيديو. المهم يلا نبدأ. بالترتيب العاشر عندنا دانزو. طبعا كلنا نعرف أنه دانزو عنده عيون شارينجان لكن مش بالوراثة طبعا. إحنا ما شفنا غير تقنية الليزاناجي اللي استخدمها ضد ساسكي، عشان كذا حطيته بهذا الترتيب. وبالترتيب التاسع عندنا كاغويا ام حكيم المسارات الستة. طبعا بالفيديو الماضي كثير منكم يقولون ان كاغويا ما عندها رينيغان او ما عندها شارينغان، عندها البياكوغان. طبعا شوفوا انا ما اتكلم الحين عن الاشياء اللي صارت بالمانجا، خلونا بحداث الانمي. ركزوا بالصورة، عندها بالنص رينيغان ولونها احمر وفي فصلات، يعني تعتبر عندها شارينغان ورينيغان والتحت هم بياكوغان. والسبب اللي خلاني احطه في هذا الترتيب هي انه ما شفنا تقنيات قوية بالشارينغان، يعني حتى لو كانت اول من اكل الفاكهة وصارت اول ما تستعمل العيون هذه، فهذا ما يعني ان هي اقوى واحدة من العيون. بعطيكم مثال، ميناتو ابتكر راسينغان لكن ناروتو تطورها مثل راسن شوريكن وانواع ثانية، فصارت راسينغان ناروتو اقوى من ميناتو. اتوقع وصلت المعلومة. وبالترتيب الثامن عندنا اندرا اللي هو ولد حكيم مسارات الستة. طبعا لين الحين ما شفنا تقنية منه فما نقدر نحكم. وبالترتيب السابع عندنا ايزونا اللي هو اخو مادارا الصغير وهو مات على يد هوكاغي الثاني. وبالترتيب السادس عندنا افضل شخصية بالنسبة لي هو كاكاشي. انا اذكر حلقة من حلقات ناروتو قال ان كاكاشي قدر ينسخ 1000 نسخة، فاعتقد ان هذا سبب يكفي ان يوضح قوة كاكاشي. ولا ننسى انه في المستقبل راح يطلع السوسانو المثالية. وبالترتيب الخامس عندنا حبيب الشعب ايتاتشي. طبعا لا ننسى الذكاء ايتاتشي في استخدام التقنيات مثل تشكيومي ولا ماترس والسوسانو. وبالترتيب الرابع عندنا شيشوي المتنقل. طبعا كلنا نعرف قوة شيشوي، كفاية انه عنده اقوى وهم، لكن هذا ما يخليه في ترتيب احسن لاننا ما شفنا استخدامات متعددة لها بالشارينجان. وبالترتيب الثالث عندنا اوتشيها اوبيتو. شوفوا صحيح ان اوبيتو عنده عين واحدة، وصحيح انه ما عنده سوسانو الا انه قدر يستغل عينه بشكل افضل من ايتاتشي ومن كاكاشي. اعطيك الدليل، اوبيتو بعينه الواحدة قدر يطلع الكيوبي من كوشينا وقدر يتحكم فيه بكل سهولة، وقدر كمان انه ينزله بكونوها. وسبب ثاني انه قدر يتحكم بالجنشيوركي السبعة بعينه الواحدة، لدرجة انه قدر يتحكم بعدد الذيول اللي يستخدمونهم حتى. كل هذا في وقت واحد كان يسويه، فظن انه استخدمه بشكل افضل من البقية. طبعا كالعادة اكتبوا اراكم تحت بالتعليقات. والترتيب الثاني عندنا الشخصية اللي نص الشعب يحبها ونص الشعب يكرهها وهو ساسكي. انا عن نفسي اشوفه من احسن الشخصيات. طبعا كلنا نعرف ان ساسكي له استخدامات كثيرة للشارينغان، ومن اهمها انه قدر يكسر تشكيومي مالت ايتاتشي بشارينغان مات العادية فقط، يعني بدون ما يقول شارينغان. وبالترتيب الاول عندنا الاسطورة مادارا. ونحن وصلنا نهاية الفيديو، اتمنى انكم انتشوا الاشتراك في القناة الثانية، وافكر ان اسوي فيديو اقوم مستخدمين لشرب الخشب. اذا حابين اسويه اتمنى تكتبوا لي بالتعليقات تحت او تقيم المقطع. السلام عليكم. المهم يلا نبدأ. في البداية عندنا ميناتو وهو صغير لما كان بالاكاديمية وكان عمره 8 سنوات، وبعد فترة قصيرة صار عمره 9 سنوات لما قابل كوشينا وتعرف عليها. وبعدين للأسف ما رجعت صورة ثانية، أو بالتحديد الأنمي ما طلع هو أكبر شيء من هذا الأمر، بس اللي أعرف إنه